لقاء هز المشاعر كما قالوا وسمعنا. لماذا؟ لأنه يعرض سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرض مسرحي سينمائي تاريخي راق ومتميز. فأنا على دين محمد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أنه هالنشاط هذا آفاق هو اسم على مسمى. اليوم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية من منطلق حرصها على نشر تراث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما بين الأجيال الشابة قامت بهذا النشاط، واللي هو إلى الآن صار حاضره آلاف من الناس بإقبال، بتأثر، بفهم، بتغيير، لأنه الناس لما عم تجي عم تحضر حقيقة هذا عم بمسها بالصميم. آفاق منا مسرحية، منا فيلم، منا محاضرة عادية، عم نحاول أنه نتخيل ونستشعر بكل ما قدرنا من حواسنا الحوادث اللي صارت بمختلف الأزمنة، يعني سواء كانت تتعلق بسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغير سيدنا الرسول، فهي لحتى نحس، نسمع، نشوف. الهدف للأمانة أول شيء أنا وكل اللي عم يشتغلوا معنا بالفريق أنه نحن نبقى عم نتذكر نحن ليش بهالدنيا، نحن رايحين الدنيا، نحن عم تتجاذبنا، يعني الدنيا بتجذبنا بتاخدنا، فلبقى واعيين نحن بهالدنيا لحتى نتعبد ونشتغل، وحابين نخلي غيرنا يشعر معنا هذا الشعور. هذا باختصار آفاق تحت عنوان أمانا يا ابن عبد الله. كل اللي عم بصير، فكان يجلس وحيدا في داخل مغارة على رأس جبل، وفجأة في يوم من الأيام ينزل إليه شخص ويدخل داخل الغار ويقول يا محمد اقرأ عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أكيد حيكون أكثر من رائع. بسمعني عن أفاق شيء كتير حلو وكتير مؤثر. مجرد ما يكون العنوان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما فيك ما تتأثري. أول مرة بدي أحضرها ومتشوقة كتير لأشوفها بصراحة، وإن شاء الله تكون حلوة كتير. هيك قالوا لي إنه في كتير عالم بكيوا وتأثروا بهيدا الشيء، فأنا حبيت هيك يجي واسمع القصة واستكشف شو عنا الجمعية. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو متحمسة، قالوا لي ما ضل حدا ما قال لي أوعيك تفوتيها، اوعك تفوتيها. هي ثالث مره انا بحضر افاق، انه شيء صراحه كثير 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 رائع. حسب ما حكيوا لنا قالوا لنا شيء يعني رائع، شيء ما حصل مثله قبل، فلذلك ناطرين لنشوف. وهنا تبدا رحله جديده. خرج النبي يدعو الناس إلى الإسلام، وكانت بداية دعوته سرية. هؤلاء السابقون الأولون ربما نسمع دائما إنجازاتهم، لكن هل بلغكم ذات يوم أن هؤلاء قد عذبوا عذابا شديدا مميتا؟ ما شاء الله، كان شيء جميل جدا، يعني يذكر الإنسان الصحابة بيقول يا ليتني كنت في ذلك الوقت، بيقول يا ليتني يعني أستطيع أن أقدم ما قدم أولئك الأبطال. يعني الله يعيننا على أن نفعل، على نسأل الله أن نكون يعني نصل إلى ذلك المستوى، لكن سبحان الله، الله كريم، الله يعيننا ويعينكم على طاعته، على نشر هذا الدين، على التمسك بالحق والفضائل. هذا منظر كتير مؤثر وعن جد بذكر بالآخرة، والكلام كله شيء بلامس القلب من جوا كتير 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 قوي. أنا حضرتها قبل، بس كل مرة عن مرة بتحس حالك لا بدك ترجع تجدد هيدا الشيء اللي بقلبك. الله يقوي أمة محمد، شيء رائع. تأثرت كتير بكل اللقاء من أوله لآخره، تأثرت فيه كتير.
حبيبتي الله يقويكم. شيء بيشرح الصدر، الله يحمينا. تلاميذ مولانا شيخ عبد الله كبير ومع صغير ورحمه الله، كثير كثير مبسوطه. الله يحميكم ومتشكره اللي طلعوني من هون ونزلوني. يعني ما تواخذ، بارك الله فيك. حضرت اول مره وتفاجأت باللي شفته، ما كنت متوقعه هيك ابدا. رجعت اصريت انه اطلع عليها مره ثانيه لانه شيء لا يململه، ما شاء الله ما شاء الله. اول شيء السلام عليكم. هي انا اول مره بحضرها صراحه، يعني جيت وقد ما حكيوني رفقاتي حضروها قبل وتشوقت وجبت ولادي قصدا كمان مشان يحضروها. آفاق عن جد اسم على مسمى، يعني نحن عشنا كتير آفاق، وآفاق فاق توقعاتنا صراحة. يعني اللي مثل ما بيقولوا الحكي مش مثل الشوف. ومحمدة بارك الله فيكم، الله يقويكم، كتير حلو ما شاء الله. شو بدي قلك، يعني شيء رائع جدا جدا جدا، يعني متمنى على طول يعملوا لنا هيك شيء، عن جد شيء حلو كتير، شيء بيفرح القلب. كانت كتير 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 قوي ما شاء الله، واللي أثر فيه موت الرسول عليه الصلاة والسلام وإسلام سيدنا عمر. يعني شفت شيء أكتر من اللي حكيوه، يعني منتشكر كتير يعني العاملين على هيدا العمل. إن شاء الله بيشوف الرسول بالمنام إن شاء الله، ونحن ظاهرين من هون عن جد عنا شيء بقلبنا إنه نقوي هالدعوة بإذن الله تعالى. والله شيء جميل جدا بحياتي، ما شفت هيك شيء، دمعت عيني كتير، ويا ريت كنت مع صحابي. ماذا فعل صحابة رسول الله بعد موت رسول الله؟ بعضهم خرس وأقعد، بعضهم لم يستطع المشي والقيام، تغيرت أحوالهم، ولكن استمر أصحاب رسول الله، مشوا على نفس النهج والمنهاج الذي وضعهم لهم القائد محمد عليه الصلاة والسلام. يعلمون الناس كما علم رسول الله، ما قعدوا في المدينة المنورة، تركوا بيوتهم لا لأيام لا لأسابيع بل لسنين طويلة، ربما تركوهم ولم يعودوا إليهم. فدخل الإسلام إلى مصر، إلى العراق، إلى فارس، إلى الحبشة، وإلى بلاد الشام بجهود صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات قلائل. بعد هذا اللقاء المتميز والمبهر ماذا عسانا نقول؟ سنقول شكراً رسول الله، شكراً جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، شكراً آفاق ومجلة منار الهدى. هذا ما ننتظره دائماً، وسنقول أماناً يا ابن عبد الله.